بونجور مستمعي راديو أتلانتيك، سعيدة بالتواصل معكم. حصة جديدة من برنامج نوضح لك منوعات في الصحة، منوعات في مجالات الحياة، واليوم منوعات في الحياة نبدأها. شنو هو موضوعنا؟ قبل هذا الاختيار أو بعد هذا الاختيار الغنائي من توقيع شيري، لا تنسوا أننا معكم لحدود الساعة الرابعة، ولنجد أحسن من مشاعر، لأنه بالمشاعر كثير من الأشياء تتغير وكثير من الأشياء أيضا تتأكد مشاعر. كانت منظرة من توقيع أكيد دنيا سمير غني. من عودة جوا برنامج نوضح ليك وموضوعنا للديسيبشن أو الخدلان. حياتنا فيها كتير من المحطات، يمكننا نتلقاو مع ناس يسعدونا ويعملوا معنا مواقف لا تنسى ولا حتى في الحسبان بإيجابيتها، وبأيضا ناس كيكونوا يعني من الأسباب اللي كتعطينا النقلة في حياتنا، يمكن تكون عاطفية، يمكن تكون مهنية إنسانية. شحال مرة كتقولوا أو كنقولوا بفضل هاد الناس أسعدونا وخلقوا لنا أو ساهموا في أننا كان عندنا إما في حياتنا يعني هكا سبحان الله، يمكن في دراسة، في حياة، في سكن، في كيتسخروا لينا ناس. ولكن بالمقابل كيكونوا ناس ناسين معهم على جنب الراحة، هانين، ما كينش أشياء ممكن تتوقعها تتعامل بسجيتك، إلا أنه يأتي الخدلان. وهنا أتساءل معكم، هل خدلتم مرة؟ ولكن باش نكونوا صرحاء، هل أنتم ساهمتم في ذلك؟ هل صدمتم أو هل ساهمتم في ذلك؟ حياتنا محطات وحياتنا مواقف. شنو هي حياتكم؟ 05 22 95 36 70 أو 05 22 95 36 80. تقاسموا معنا تجاربكم، حتى من اكتفوا بالاستماع غادي يستفدوا، ويمكن أكثر من الاستفادة غير فقط بالاستماع، يتصلوا ويقاسموها معنا ومعكم. فبور عصام كمال، نحيي أيضا أمير علي وكل الفرقة والمساهمين. كانت فابور آخر ما غنى عصام كمال. نعود لأجواء برنامج نوضح لك، وموضوعنا هو الخدلان. لكل التوضيح، علاش دائما في حقيقة نتذكر من يخدلونا أو يصدمونا؟ اليوم غناخدوا العصا من الوسط باش نوضحوا أكثر، وغادي نتكلموا عليهم بجوش، بمعنى علاش ما نكونوش حتى إيجابيين ونتذكر من ساهموا في خلق النقلة في حياتنا، وحتى يمكن غير متوقع أنه يكون وقعهم بهذا القوة في حياتنا، ويمكن حتى تتحس بأنه هم مع القدر ساهموا في تغيير، ساهموا في النصرة، ساهموا في أنه حياتنا الدراسية أو المهنية أو موقف في الحياة، حتى يمكن دعم بعد وفاة شخص عزيز، دعم في ظرف اجتماعي أو اقتصادي على قد الحال. تهما نبغوا نذكرهم اليوم، ونبغيو من خلال تجاربكم أننا نحييهم بالإحساس قبل الصوت. كما لن ننسى من خدلونا، لأننا كنتعلموا منهم، كنتعلموا من خدلانهم القوة والصبر وأيضا التجربة أكيد مهمة في الحياة، مناعة هي كتقوة وكتربة. فكنحب كثير مقولة ديال أحد الأباء هكا الحكماء، اللي كيقول لك ما فيها باس ولدي أو بنتي تصدم في حياتها أو يتصدم في حياته، لأنه منها غادي يتعلم في الحياة دروس الحياة. أما إلا بقيت أنا محصنه ما غاديش يكون فهم، وغيبقى يعني في جنب الحيط، خليه يخرج شوية من جنب الحيط، ضربه شوية الشتاء، شوية البرق، شوية العجاج هكا، ويعرف يتعامل، ويعرف إمتى يغمض عيني، إمتى يغطي نفسه، إمتى يحمي نفسه. فالخدلان ماشي مهم، ولكن إلا مشى توقع تهوة تنتعلمه منه دروس الحياة،
ولا تلقينا مع ناس أعطونا أكثر مما نعتقد فتهما نناقشهم اليوم ونتكلم ونتذكرهم أهم شيء. فنبغوا نسمعوا أغنية من الأغاني الجميلة لملا وائل كفوري في حقيقة. الحب فنون من أغانيها الجميلة، لأنه فعلا الحب فنون والإحساس بالحب تهو فنون في الإحساس. كل واحد كيفاش كيحس بالحب، كاين اللي كيحسوا بالتعبير عليه، كاين اللي كيحسوا تتعطل لغة الكلام كما يقول المخرج، كاين اللي كيعرف يستنشقوا ويستنشق تفاصيله. فالحب فنون وائل كفوري. كانت الحب فنون من توقيع وائل كفوري. أرقامنا لكل من يود التواصل 05 22 95 36 70 أو 05 22 95 36 80. وموضوعنا هو يأخذ العصا من الوسط، لأنه المشاعر ليس فقط السلبية بل أيضا الإيجابية تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين. الخذلان لا ديسيبسيون، ولكن أيضا في نفس الوقت من نكن لهم كل الاعتراف بالجميل. متى خذلتم ومتى وكيف وما هي تجربتكم مع الخذلان والصدمة في الأشخاص، وأيضا كيف كانت تجربتكم وكيف تعبرون على الاعتراف بالجميل مع من كانوا من أجلكم في وقت الحزة، في وقت الأزمة، في الوقت اللي لم تتوقعوا أن يقفوا إلى جانبكم. حقيقة كثير من الأمور يمكننا نتكلموا عليها رفقتكم، وباش نسهلها عليكم أبدأ أنا. في الحقيقة لدي اعترافات جميل مع مجموعة من الأشخاص، لكن لكي لا أسمي سأقول لكل من وقفوا معي خصوصا في نهايات الدراسة أو للبحث على عمل، حتى باتصال هاتفي لم أتوقعه نهائيا، أجي تشوفي ركاين واحد الراديو بغى مجموعة من الصحفيات والمذيعات. شكرا حتى لمن قال لي انتهينا من المجموعة لكن بلاتي خلي السيفي ديالك. شكرا لها وله. أيضا حتى من كانوا لي صدمة غير متوقعة قووني. وانتم شكون اللي قواك وشكون اللي تعترف له بالجميل؟ 05 22 95 36 70 أو 05 22 95 36 80. نعود بعد الموجز الإخباري. بين الخذلان وبين الاعتراف بالجميل، بين النكران وبين الاعتراف، موضوعنا وأرقمنا 05 22 95 36 70 أو 05 22 95 36 80. مرحبا فريد من سيدي قاسم. مرحبا، تفضل سيدي. انا ما قلت واحد نقطه زوينه، يعني النكران والخذلان ياك. ربما انا في الزواج تعرفت النكران، يعني النكران الجميل والخذلان. يعني هاد السيده، فالمهم راح احكي لك بسرعه باش ما نطولش عليكم. مرحبا، تفضل. هاد السيده انا تزوجت بها، يعني قبل ما نتزوج بها كنا يعني كنا معارفين، وانا كعارفه دابا لي جون ديال هاد الوقت يعني كيتعارفوا وكيخرجوا، يعني دوزنا مده طويله. ربما يعني في حد الوقيته تفارقت انا وياها، مشيت انا خطبت جهه اخرى. ياك ملي خطبت رجعت هي، كانت يعني رجعت يعني تحوم، المهم بغات ترجع. ملي رجعت ما الطريقه ديال ما كيفاش تزوج، انا ما عرفتش. المهم لقيت راسي تزوجت هذه السيده. ملي تزوج بك تقول لي شوف انا زمان من يعني انا من اديك بشي حاجه، يعني هادشي اللي درتي معايا انت اللي سمحتي في داك تي خاطبها وهذا 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 الى اخره. يعني ملي تزوج بها تنقول زعما غنلقى ديك السعاده اللي كنت نطمح نلقاها مع ديك السيده. يعني ملي تزوجت بها اني كنلقى ان الام ديالها كتدخل في الزوج، ومع العلم انا مسكنه بوحدها كتحكم معاها، كيجي خوها تيتحكم. كنلقى البنت ماشي معايا، اللي هضري تنقول لها انا بحال خوها في خوها، يعني ما كتهز منها والو. هي هذيك في الاخر، يعني في اخر مطاف يعني كنكتشف ان هاد السيده خدعينها، كتكذب يعني في بيت الزوجيه.
يعني السيده ما كتحطش لسانها كما تنقولوا حنا باللغه ديالنا، انا ما كتحطش لسانها الصح، يعني الكذوب في كذوب. ويا هذيك بصراحه يعني باش غنحكي لك وغنعبر لك داكشي في قلبي خصني بزاف. المهم تعرضت لوحيد الان كان هذا، المهم عجبني عجبني العنوان ديال ديال البرنامج. كان تعرضت لوحيد الان والله. مازال معاها ولا مازال غير شنو نقول لك؟ هذه السيده اللي يعني تزرفت معها ولت مع بنيه، لا تفارقنا وقع ديفورس هذه 3 شهور داب. تزرفتي معاها؟ بزاف قاصيت، عرفتي شنو هي قاصيت؟ وتصوري معايا اقسم بالله. علاش تزرفتي؟ علاش كلمه تزرفت؟ ها نقولها لك لحقاش انا اللي حاسس بها، لحقاش ديك السيده ما كتستاهلنيش. يعني وما كتستحقش تكون زوجه ديال الدار. علاش البنيه تزرف؟ ممكن تكون نعمه، اكيد نعمه. لا البنيه كانت هي كانت بحال شنو نقول لك؟ كان ضحيه ديال ذاك الزواج ربما. لحقاش غتكبر بواحد البيئه، انا عارف دوك الناس كيفاش دايرين في خايبين. وما نبغيش انا هنا طاف من الكبده ديالي يكبر في ذاك الوسط. والله يعني هنا في خايبين وصراحه والله بشكل. نعم. ما عرفتش كيفاش غنعبر لكم. هل الضربه التي لم تمتك قوتك؟ شغنقول لك مازال دابا كنعاني من شحال هذا ديال الفراق؟ قلت لك بحالة سميتو كانت صدمه قويه صراحه. يعني باش شحال ديال الفراق؟ دابا شي 4 شهور، شي 4 شهور دابا ولا 5 شهور. باقي هادشي خضر. باقي هادشي طري. باقي الله الضقه خضراء. باقا الضربه خضراء. بصح وكنتمنى ان اي انسان قبل ما يخطي شي خطوه في حياته وخصوصا يعني القرارات المصيريه الانسان ما يزربش فيهم، ياخذ وقته الكافي. هادشي اللي نقدر نقول انا يعني من جهه الراي ديالي انايا. نعم. كنشكرك فريد على مشاركتك معنا، شكرا لك، وحتى تشارك تجارب يخفف. فريد حكى لنا على الخذلان، وانتي وانا كنتكلم معكم، فاش فكرتوا بسرعه جاكم الخذلان او تجربه هكا مرت هكا بين الافكار، ولا جاء اعتراف بجميل وابتسامه رفقته وانت كتلتقطه او كيخرج من ارشيف ذكرياتك اللي امام عينيك بحال هكذا؟ يمكن يخرج حتى بصوتك الا تواصلتي معنا على 0522 95 36 70 او 0522 95 36 80. وباش نخرجوا لكم حتى الاشياء الجميله او ناس قضيتوا معهم لحظه زمن جميل، نسمعوا الان حنيت ماجد المهندس، لعل وعسى حتى الناس اللي كنبغوا نعترفوا لهم بلحظه وبغيو غير نعاودوا نشوفوا عويناتهم او حتى نسمعوا صوتهم، نقول لهم انا حنيت ويمكن نشكروهم فقط. إلى صبحتوا معنا على أثير إذاعة الامتكاز بامتكاز أتلانتيك في برنامج نوضح لك. أنا حنيت من توقيع ماجد المهندس، حلقتنا بين الخذلان والنكران وبين الاعتراف والتقدير، إحساسين يمثلان النقيضين لكنهما مهمين للحياة وفي الحياة. بينهما أين أنت؟ أين أنت؟ فقط ركب 0522 95 36 70 أو 0522 95 36 80 ونتشاركهم معكم كما أحببتم. حياة من مراكش. ألو. ألو مساء الخير. الله شو مساء الورد. أصحبارك في أمان الله. على بس ربي يخليك بارك الله فيك. مرحبا. أولا تنحييك على البرنامج ديالك وديما ديالكم ربي يخليك ديالنا. وتنسمع لك مره ملي كنكون غاديه للخدمه. اليوم انا غاديه للخدمه ويترني الموضوع ديال الخذلان. تفضلي. هما راه بجوج ولكن اين وجدت قلبك فخيمي. انا في الخذلان ومن الناس اللي طارني اكثر هو انك ملي الناس اللي كيقفوا معاك ملي كدوزي من شي تجربه اللي كتصدمي فيها، هذا هو اللي عجبني اكثر نهضر عليه. مرحبا. الخذلان هي نشير ليه فقط. يلا. بالنسبه للخذلان انا تعرضت ليه من طرف الزوج ديالي، نقولوا الطليق ديالي حاليا. انني ما توقعتش ان نتفرق، انا نوي يطلقني زعماك. احنا تفرقنا، هو في مدينه وانا في مدينه، حنا يلا تزولنا شي دموا ما كاملاش. ما غنقول لكش راه كانت الامور 100% هي هذيك،
ما ندخلش فيها، وانما ما توقعت انه غادي نوصلوا للطلاق. انا كنجي في لي ويكاند شي 3 فوا، تنجي كان ما كنلقاش داك الترحيب، ما كنلقاش بانه مرغوب فيا كما كنقولوا. لا دغنيغ فوا كانت العيد، العيد الكبير، وجيت انايا وجايبه زعما فرحانه غندوز العيد الكبير مع راجلي ومع عائله راجلي وسميتو، وجايه تعرفي شويه الصواب وداك الشيء. جيت نلقى الباب مسدود ديال الدار، هذا ما كاينش اللي يخلي الباب ما والو. تنتصل بيا تيقول لي يا قلت لك ما تجيش تتعلميني، بقى يجي تتعلميني. ايوا انا كنعرف الرجل والمراه ما يمكنليهاش، الرجل ما يمكنليش المراه ما تعلم الرجل والرجل ما يعلم، غير ما حنا زعما حتى نتحول انا عنده. المهم انا انت مرتو ما تجي تتعلميه. اي ما نجي انا، هذه اللي ما دخلت ليش كاع على راسي، ما جيت تتعلمو. المهم انا بقيت واقفه حتى جا على خاطرو، انا مشيت عند شي ناس جلست من مراكش، انا جيت من مراكش حتى الجديده، تخيلي معايا طريق مراكش من مراكش حتى الجديده، والطريق كيفاش راه دايره، وجايه فرحانه وليت العيد الكبير وسميتو هذا مسدود. المهم وجايبه معك شي شهيوات ولا جايه غير فرحانه؟ جايبه معايا الحلوه، هذا راه غتبركيك، ما عنده علاقه بالموضوع. جايبه الحماتي التقصيصه، انت مولات الخير يا كلام، وتعطي التواول الناس مراكش وسميتو، راه عزيز عليهم داك الصوابات. المهم انا جايه ما نقول لك سي، بغض النظر على اش جايبه، انا فرحانه جايه بغيت نتلاقى براسي فعلا، وانا يا بقيت نسمع عروسه يلاه دم وهذه بس تزوجت ولا بصح. انا فرحانه بغيت عند راجلي، عرفتي زعما ما نقولكش واحد الصدمه، تيقول لك راني نسيت، راني ما قاليش هو نسيت، حتى فاش قال لي راه نسيت الساروت في الباب، واش انت عارف مراتك جايه، وكيصليت الفجر مع 6 الصباح، خرجت مع 7 الصباح بلا فطور بلا والو، جايه بجيك ضربه دوك الطرقان ولقى الباب مسدود. قول لي هاد الهضره انت خصك تكون فرحان زعما، واخا هو جا ملي جا ملي جلست على خاطرو، انا مشيت قلت عند هذوك الناس تا، وكان جا على خاطرو حل لي الباب، وقلت ليه دابا غير قول لي شنو دابا، انا دابا قول لي شنو اش هذا زعما، اش بغيتي تقول لي دابا بناتي، واش ما نبقاش نجي؟ قلت لي هذيك المره جي، قلت لي ما تبقايش تجي حتى تعلميني، انا راه ما فهمتش هذه ما تجيش حتى تعلميني. قال لي لا انا ما هذه الهضره ما عنديش ما ندير بها، انا قلت لك ما تجي تتحديني ما تجيش حتى تعلميني، قلت له انا راه نجي عند راجلي فوق ما بغيت، وانت انت تجي عندي فوق ما بغيت، عرفتي راني زعما نتحول لعندك فهمتي، ننتقل. المهم قال لي لا ما هذا، المهم بقى تيغوت وهذا وتزيدنا في نقطة كذا باهر اللي كان. المهم صافي ولاباس ليا راسي، قال لي سمحي لي، وداك تدخلت واحد اختي عيطت ليها وداك الشيء، هضرت معاه وهذا، قالت لي هادشي راه ماشي حشومه، هادشي حشومه وسميتو. المهم واخا رجعتو دوزتو العيد باش ما عطل الله، دوزنا ديك الليل العيد باش ما عطل الله صافي، مع العلم انه راه هذا من جيت لمراكش اللي موراها، انا جيت دوزت داك نهار العيد، نهار ثاني عيد، نهار ثالث عيد جيت، انا جيت لمراكش وصلت حدا الباب، تخيلي يلاه بغيت نزل من طونوبيلتي، قلت ليه قلت لي راني وصلت وداك الشيء، قال لي توصليني، وتخيلي دابا راه عتذر ليا وقال لي سميتو، وصلت حدا باب الدار، قلت نزل من الطونوبيل، قلت انا راه وصلت وداك الشيء، هو يقول لي قال لي هو شوفي راه انا راه والله ما سديت عليك الباب، راه غير نسيت الساروت في الباب. قلت لي شوف نسى هذاك الشيء داز صافي، حنايا كتسامحنا وتراضينا بيناتنا صافي نساه. هنا في بيت نقول لك هذه هي النقطه اللي عمرها ما تنسات ليا في ديك الفتره، اللي كانت شويه محنتني. قال لي واش كاين شي واحد، قلت لي نسى هذا، قلت لي وعندك تنساني زعما صافي، حنا راه فات هذاك الشيء داز، حنا يلاه مزوجين زعما يلاه باقي شويه، قلت انا دوك الاصطدامات في الاول هي واخا عندك ايوا. قال لي شوفي، قال لي راه واش كاين، قلت لي وعندك تنساني، ويقول لي واش كاين شي واحد تينسى حياته هكذا. انا دخلت للدار فرحانه وداك الشيء، واخا هكاك ما زدتش في هذيك، واخا هذيك الواقعه راه كبيره وسميتو، ولكن من موراها كان الاعتذار ما توقعتش انه وغادي واخا واش نسى حياته من بعد اش وقع. ايوه المهم دخلت انا جيت في حالي وهذا، من موراها صافي هذيك هي الكلمه الاخرى، ما بقيت عاود سمعت صوت ولا عاود سمعت زعما، هذه حتى تلاقينا في القاضي صافي، ما عمرو ما دارت له محاوله زعما كيهضر معايا ولا يقول لي راه بغيت نطلقك ولا بينا نطلقوا، على انتما مورا حياتي ما عاودتوش تعيطوش غير صباح الخير. ما كاينش، ما عاود عيط ليا، ما قول ليا انا عاود عيط ليه، ما تيعيطش ليا، ما تيجاوبكش، ما تيجاوبنيش، واش فهمتيني؟ دابا هذه اللي بغيت نقول لك، هذه الخدلانه راه تيبقى الغدر، هذا راه ماشي الخدلانه، هذا راه
تخدلت انا دابا تخدلت فهمتي بديك انا بالنسبه ليا انا راه الصدمان هذا لا واحد ما ينساش حياته والامور مورا اخر كلمه زعما ما نسيتي حتى حاجه ما نسيتي والو ما نسيتي حتى نهار حتى قسيم حتى تليفون حتى لا حتى مكالمه هاتفيه لا دابا داكشي ماشي هو المهم دابا انا المهم تصدمت داكشي ما نقولش لك عرفتي لانه الانسان ما توقعش انه غادي واخا جينا انا ملي لقيت الباب مسدود انا ندير دوميتور ونرجع بحالي لدارنا ديال بلادي ما نزيدش مع شي الحقيقه هذا هو اللي خصني كان عليا ندير المهم هذا هنا فين كانت انا فين هنا فين حسيت بانني صدمت وعشت تجربه خايبه جينا الاحساس الاخر الاحساس الاخر هو انني الحمد لله هذيك التجربه اللي عشت كانت تكون ما كانش هذاك الشيء اللي وقع ليا في حياتي كنت مع عمر حياه غادي تكون بالشكل اللي عليه هو حاليا دابا اللي هو ان قوات لي شخصيتي وعلمتني باش نكون شويه ما نبقاش ضعيفه في حتى في على مستوى الاحاسيس والمشاعر نطيق نعود نرد البال شويه بحال كنت قلتي بحال شي بنيه صغيره تحكي عليا بشي كلمه ولا جوج من طرف الرجل ولا من طرف المراه بحال هذه قوات لي شخصيتي ثاني حاجه هو اللي عاوني باش ننسى هذاك الخذلان وهذاك الغدار وهذاك الشيء كله هو ذكر الله تبارك وتعالى الانسان تلتجئ الله تبارك وتعالى كيعاونك الوالدين ديالك والعائله الصديقات ديالك الا كانوا هنا مزيانين هنا وقفوا معايا ناس اللي في واحد اللحظه اللي كنت محتاجه انهم يوقفوا معايا كنت لقيت انا لا في خدمتي ولا في صحاباتي وقفوا معايا تنحييهم فمازلنا عطوني واحد الدفعه قويه باش نعاود نوض من داو جديد زعما كل ما هماش ما نعاودش نوض كون غادي نكون مع بحال شي حمقى في الزنقه كان ولا فهمتيني حقيقة هي نقطة فيها من الخذلان يعني من الدرجة الكبرى لأنه غير متوقع لكن التعلم منها كما قلت هما الخذلان وأيضا الاعتراف مهمين للحياة والمدرسة فأنا كان حييك وأعتقد أنه ما حكيتيه أو ما شاركتينا فيه غيكون تهو معنى ودرس لمجموعة من الأشخاص شكرا لك حياة على مشاركتك معنا مرة أخرى أنت وأنت كيف عشت وعشتي تجربة بين الخذلان وفي نفس الوقت الاعتراف والتقدير حيت بعض المرات كاين ناس كنتلاقاوهم تنصادفوهم تيعملوا نقله في حياتنا ولكن كنتخيلوا بانه غم كتاب لكن ملي كنتخدلوا كنتقصحوا تما فين ما كنساوش حنا اليوم كنذكروهم بجوج لانه بجوج مهمين لتوازننا فنستمع لصفاء من دار بيضاء مرحبا صفاء مرحبا اختي شروق لاباس عليك صفاء الحمد لله انتي اش اخبارك الحمد لله على خير الحمد لله تفضلي اليوم بغيت نتقاسم معكم يعني نكون قابطة العصا من الوسط يلا تفضلي يعني اول حاجه نبدا شي حاجه زوينه ايه نقدم كلمه الشكر لواحد الانسان اللي نقدروا نقولوا ضحاك وبزاف بزاف بزاف عطاتني كل ما كان يعني في الدنيا اللي كيتمناه الانسان نقدروا نقولوا على المستوى العاطفي المادي الدراسي التحفيز تشجيع هي الام ديالي نعم ملي شوف الاب ديالي ملي كانت عندي 6 سنين وهي كانت اي حاجه تمنيتها كتقدر تحققها ليا الحمد لله حتى وصلت للمستوى الجامعي وقريت وصلت دونك هي نقدروا نقولوا هي حياتي وما نقدرش نعيش بلادها ويعني هاد الكلمات اللي نقدر واخا نقدر نشكر او لا نقدر نوصل هاد لي سونتيمون اللي كنحس بهم انا ما غاديش نوصل زعما داك الشيء اكزاكت غادي يكون غير واحد التويش في حقها يعني من هنا كنتمنى من الله عز وجل اللي شافيها ليا ويطول ليا في عمرها ونقدر نرجع عليها غير شي شويه من داك الشيء زعما اللي ضحات من اجلي وما ضلات باش نوصل انا الحمد لله ونكون في هذا المستوى انا كنتمنى ان الام ديالك تكون كتسمعك الام اكيد ليس فقط هو اعتراف بالجميل او جميل هو
هو واجب، وكل ما كتأديه بشكل جيد يظهر، والدليل على ذلك هو تواصلك معنا. صفاء شكرا لمشاركتك معنا، وشكرا لكم، مازال ننتظركم، مازال نشتاق أن نشاطركم هذا الإحساسين اللي كيمثلوا النقيضين لكن مهمين في الحياة. حلقتنا بين الخذلان والنكران وبين الاعتراف والتقدير. أرقامنا 0522 95 36 70 أو 0522 95 36 80. وسميرة سعيد. نعود لأجواء برنامج نوضح لك، وأخذ فاطمة زهرة من سلا. مرحبا فاطمة زهرة. ألو ألو ألو، السلام عليكم. لالا شروق، لاباس عليك؟ الحمد لله على خير. كديره مزيان. انا ديما كنسنت لهاد البرنامج حتى اليوم عاد كتب لي ان شاء الله نهضر معاك. مرحبا بك دائما فاطمه زهره، كيعجبني البرنامج ديالك بزاف، كنستافدو منه. شكرا بزاف على هاد البرامج هادو. شكرا ليك، ونستفيد منكم ومن خلالكم. لالا تفضلي فاطمه زهره. انا عندي بنت عمي دايره بحال اخت ديالي. ياه. انا ماشي بحال هادوك الازواج، انا ما مزوجاش، وانا مع بنت عمي كتعني بحال خواتات. كتوقف معايا ديما، كتوقف معايا ديما. حتى واحد النهار مع واحد النهار معايا مراهقه باقا صغيره 18 عام وانا عندي 23 عام. انت عارفه الصغار، جات عندي اختي عفاكي وبغيت اصحاب وداك الشيء لي غولاسيون كدير، وقالت لي انا عندي واحد صاحبي يمشي المخيه بغيت نمشي معاه وهذا، وقالت لي تلفيني شي فلوس. والاب ديالها طبيعه الحال ما باغيش، وقلت لها سمحي لي ما يمكنش انا نكون مسؤوله عليك. ايوا وهذاك الشيء. ودازت واحد الايام وقلت لها لا طبيعه الحال ما يمكنش نتحمل مسؤوليتها. دازت واحد الايام وعيطت لي قالت لي عافاك عندي مشكل كبير وقفي معايا وانت اختي. قلت لها ما كاينش مشكل. مشينا تلاقينا في الحومه بحال هكا، وشويه كدور بيا واحد البنت، وكان واحد البنت ماشيه كتجي حدانا. كنقول لها واش كتعرفيها؟ كتقول لي لا ما كعرفهاش وهذا. وشويه ما فهمت والو، دات لي هي وبنت عمي بورطابل مشاو زادو ما عرفتش فين مشاو. المهم حسيت بالشمته، حسيت حنا بنت عمي ومشاركه معاها كلشي، بقى فيا الحال بزاف. دابا جابت لك عصابه سرقوك. اي سرقوا لي بورطابل، وشويه كانوا يضربوني، ربي يحفظني الحمد لله. ايوا المكتب وصافي. وانا بالتعليمه فاطمه الزهره ياك بالتعليمه. الحمد لله ما تستغرب شحال من حوايج نقولك حتى نسيتي. دابا ولات خايبه شويه، مويش كنثق في البنات. دابا مابقاش عندي لي غولاسيو كاع مع البنات والو. فعلا كتوقع، لانه كتوقع هذا الاحساس انه ناس كتكون فاتح لها قلبك صدرك دارك، وفي نفس الوقت كيخرج شي بلان او كيخرج شي ازمه، او دعيني اقول كيخرج شي موقف اللي كيخلق الازمه. ولكن دائما كما اقول موضوعنا بين الخذلان والاعتراف بالجميل، بين الخذلان والنكران، وايضا الاعتراف والتقدير، احساسين مهمين هما نقيضين لكن مهمين في الحياة. شكرا لمشاركتك، ويمكن معي رجاء. مرحبا رجاء. مرحبا بك لالا، كديرة لاباس عليك؟ الحمد لله على خير. اخبارك كديرة مع الصحة هاني؟ لاباس الحمد لله. وانتي؟ نهار كبير الحمد لله، نهار كبير هذا باللي تواصلت معكم. مرحبا بك. مرحبا بك لالا. قولي لي بين الخذلان والاعتراف شنو، اين وجدتي قلبك؟ تخذلتي بزاف من اقرب الناس لي. بحالاش؟ الام المنبع. بحالاش رجاء؟ انا حاليا انا متزوجه، والام ديالي شحال هذه كانت طلبت مني نجي نسكن عندها، ولا بالاحرى نقولوا نجي نكري عندها. تجي تكري عندها واخا؟ نجي نكري عندها. وانا اللي قنعت الزوج ديالي ملي انا كاريه اللهم فمي انا حداها تقابلني ونقابلها. وانا في الاصل حيت ما كنتش عايشه معاها بحكم الوالدين طلقوا 15 عام، هذه قلت هذه فرصه نعاود نحيي هذه العلاقه. الحمد لله
إذ بي أنا في تلك اللحظة اللي أنا ساكنة معها الشهر الأول الشهر الثاني كنت مرت صابت بأنواع من الشيء السيح وشي كنت مرت بزاف والزوج ديالي هو اللي كيقابلني وخلقهم كينا كأنها ما كيناش صافي ما كنتيش عايشة معها 35 سنة؟ نعم ديال الطلاق ما كنتيش عايشة معها في 35 سنة؟ 15 عام وهي مطلقة دابا حاليا 15 سنة وهي مطلقة يعني من 2000 من 2000 وهي مطلقة. إذا أنت شحال هذه ما عشتيش معاها شحال كان عندك من عام؟ أنا كانت عندي 10 سنين باللي طلقوا الوالدين ديالي دابا أنا عندي 25 عام. واخا أنت عشتي مع من؟ عشت مع أب ديالي الله يرحمه ويسالي رحمته ومرتبة. جيد إذا أنت من 10 سنين ما عشتيش معها؟ ما عشتش معها كنت كنشوفها في المناسبات بعض الأحيان وخل إخوة ديالي كلهم إحنا خمسة الخوت أربعة الخوت كلهم مرتاح وهي عاود زوجات ولا؟ لا ما عاودش تزوج واخا نرجع للموضوع إذا هي بديتي كتمرضي تداويك راجلك فين هو فين هو الخذلان؟ الخذلان هو أن الزوج ديالي في ذاك الفترة كان كيمنك الخدمة بزاف وكيجي ديما يقابلني الأم ديالي ما قابلتني ما والو المهم الحمد لله كنقولوا معليش الزوج ديالي جراو عليه من الخدمة جروا علي من الخدمة في الأواخر قريب العيد الكبير لأنه كان كيجي يعني على ودك كيجي على ودي ثلاث مرات في السيمانة يخرج من الخدمة صافي ويجروا عليه قالوا لي ما عندناش انا الراجل اللي يبقى إلا كانت مريضة مرتك كيدي لهم اللي زاماليزو كلشي يقول لي ما عندنا ما نديرو أمي ديك اللحظة كان راه الشهر أمي قالت لي قالت لي راجلك فينا هو قلت لها راه خارج يعني يلا تمية الليلة هذه باقي ما يدخل قالت لي أنا واقفة لي في الدروج لا علاش امي ما كاين بس قالت لي ورا دابا راه اليوم شحال في الشهر اليوم ثلاثه في الشهر بغيت الفلوس قالت لي امي كيعرفي دابا ثلاث ايام هو خارج من الخدمه راه دابا يلاه غيتسلف لك وغادي يجيب لك ما تحرجينيش قدام الزوج ديالي وانا اللي قنعته وكذا قالت لي انا ما كنعرفك لا انت لا راجلك لا امي راه غير مسوبيه وهادي وراه ما نطيشش بوجهي قدام راجلي وحشومه وتقول لي لا انا كنعرف قالت لي ما كنعرفك لا انت ما كنعرفو هو كنعرف انا الفلوس هما اللي كيدويو عندي صافي انا قلت بديت كنرطف فيها باش تدخل دخلت هي عندها البارطمان ديالها وانا كاري ليا غير في السطح يعني غبيت طلعت انا البيت ديالي ادبها هي غتلقى راجلي في الدروج بدات تهود قالت لي شوف ولد الناس انا كاري لك اليوم ثلاثه في الشهر صبرت لك ثلاث ايام عطيني الفلوس ولا خرج عليا خوي ليا دابا ماشي صبرت شي شهرين ولا ثلاث شهور لا لا وحق الله يا اختي ونهزها فوق رقبتي وانا حامله وحق الله ديك اللحظه يلاه عندي شهر ونص وكنت مريضه دابا حاليا انا عندي 6 شهور والله وكنت مريضه كنت كان عندي الحماله ديالي صعيبه وكنت كنزف جرات عليكم دابا فين ساكنه قلت لها امي ما ديريش هكا حرام قالت لي نجيب لك البوليس ونعيط للمقدم والقيد باغا تولتيني في الدار قلت لها يا امي الشومه واش شلا ثلاث ايام ربع ايام صافي الزوج ديالي ديك الساعه فديك الليله عيط لواحد صاحبو عنده كاميو قال لي جا سيدي قال لي باش هز لي الريح ديالي هو حق الله العلي العظيم يا اختي الا ما عارفه فين نحط حوايجي صوري راجلي كيهبط في الريح ثلاثة الصباح وعارفين فين نديوهم لكن الحمد لله ربي كبير الله عز وجل ما كيفش السبب كيفتح ابواب ومشى راجلي وتسلف من عند صاحبو وعطاه شحال 700 درهم عطاها راسهم ديالها قال لها هاكي حسبتهم وعاد شعلت هي الكاسيت وبدات وجهدت الموسيقى وما طلعت لا واساتني لا قالت لي صافي بالله خلصني صافي بقاي ولا شي حاجه الراجل ديالي كيهبط في الحوايج ديالي حوايجي كبيره كيتشتو انايا تأزمت بديك اللحظه وانا زيد مريضه وفي ديك اللحظه ديال فتره الحمل الاوائل الشهر الاوائل كنعاني صافي انا شكون اللي غادي نلقى واقف جنبي واحد الناس اللي ما عمرني الحمد لله عمرني ما كنت متوقع انهم يوقفوا معايا الساب ديال خال راجلي عطاوني بارطمان على قدها السفلي وقالوا لي ما تخلصي فيها لا ما لا ضو وكان راجلك يخدم وانا كنقول امي اللي انا بغيت نحيي معها هاد الصيله ونقول صافي امي وكذا خلتني دابا انا ولا وجهي طايح كيحس بوجهي واخا الحمد لله الزوج ديالي الله يجازيه بخير كيقول لي انت ما منك والو ولاني انا كنحس بان ديك الام ماما اصلا خدلتني بزاف ما كنتش كنتوقع منها صراحة كنت كنتوقع منها الدنيا هكا خوتي كلشي دابا كيلوموها ولكن انا جا عيد جات شحال من مناسبة وكنبغي غير التليفون غنسمع صوتها
بنتها ولا هي تجي عندي وتواسيني وتقول لي بنتي غلطت في حقك ولا غلطت في حق راجلك. ابدا اختي ابدا، كان شيئا لم يكن. صافي خدات الفلوس ديالها وخرجنا في نفس النهار. يعني ما راعاتش لي انا يوم ما بقاش الفلوس، يعني ما راعاتش الزوج ديالي. لا والله يا اختي ما كان عندنا داك النهار، قسما بالله ما كان عندنا وحق الله وما خزناش عليها. صاحبه هو اللي خلص، وشوف الناس اللي وقفوا معانا. نعم نحب واحد حق الله تخدلت واحد، يعني جرح طبع لي في قلبي، يعني عمري ما ننساه. ماشي سهل فعلا هذا من اكبر وكبائر الخذلان، وهذا اللي تكلمتي عليه. ونقدر نحس، لكن ايضا في نفس الوقت انا ما كاينش، شوف باش تبردي على راسك، ما كاينش ام تعيش حياه طبيعيه وتوازن نفسي تعمل بحال هكذا. اذا بلاص ما تلوميها، اعتقد اللي تهوني عليكي تفهميها، لانه باش تكون طبيعي والامومه ديالك كيف ما خلقها الله في الغريزه ديالنا ديال حتى الحيوان، كيفاش يمكن تاكل عليه شي حد باش ما يقربش ليها الاولاد هواوا. فاعتقد انه يمكن هي مدخوله في عظامها، يمكن بزاف على ما هو طبيعي بزاف تكون. كنقول انا كان بدا نعطي النفس ديالي مبرره، كنقول خليها، ما عرفتش شخصيتها كيف دايره هي. وكتبقى الام عرفتي، ولو ما نعرف هكاك ما بون. انا اخت ديالي وحق الله يجزاك بخير، انا وحق الله دابا عمرني قدرت نعاود لشي واحد، وعاودت لكم نتوما حسيت بكم الاصدقاء ديالي غنعاود ليكم. مرحبا بك رجاء، مرحبا بك. نبغي غنحاول غنفك على قلبي مزموت عليا، كنقول لا الا قلت لشي واحد غيضحك عليا. علاش يضحك عليك؟ انت ما يمكنش الام دير هكا، ما غيكذبوني اول حاجه ويقولوا لي ما يمكنش امك دير فيك هكا، راك انت ما مزياناش. وانا اقسم لك بالله الحمد لله الاب ديالي الله يرحمه ويجعل له الرحمات، ربنا احسن تربيه انا والاخوه ديالي، ما كنهزوش علينا لا في اللي صغر منا ولا في اللي كبر منا، وبشهاده الجميع ماشي واللي قالت لي بحال هكا. شنو قالت لخوتي؟ قالت لي هزات التليفون قالت لي راه شبعت فيا في الدن بلي كانت هابطه في الدروج. وانا والله اختي ما عيرتها ما هضرت معاها ما والو، حاجه وحده ما نحلفش عليها وربي شهد عليا، كنقول حسبي الله ونعم الوكيل. هابطه في الدروج كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما بقاني غير جارتي هزاني حيت ما كنقدرش نتمدمد. وهي عايشه في لابارتمون وعطيك بيت في السطاح. وديك البيت اللي عطاتو ليا كان يلاه مضروب ليها بمرطوب، وما كان في لا بونشمون ديال الضو ولا بونشمون ديال الماء، وكلشي وصلت الزوج ديالي يعني ما تحاسبنا معاه ما والو. قلت الحمد لله الا صدت شي حاجه منها فيها راه والله ما راه دار امي هادي، ونعاونها وما نبينش ليها. امي راجلي راه ما غاديش يحس داك الشيء براني، راجلي دابا في الصدمات الكبيره، وكيقول لي انا ما ضرنيش خاطري ان امك دارت معايا كوع على الفلوس. اللي ضرني قال لي هو انت بنتها دمها لحمها حامله وكتوحمي ومريضه وزايده بدمايات حالك، يلا جبتك من السبيطار امك كتوقف ليا في الدرول كتقول لي حط، وشافتنا كنهبطوا الحوايج ما طلعش تواسينا حيت حط ليها فلوس اطعم حسبتهم 100%. قالت لي صافي بالله حط لها 700 درهم حسبتهم، وقالت لي دابا قالت لي بغيتي تسكن ما جريتش عليك، بغيتي تسكن بغيتي حوايجك تحر. وشعلت الموسيقى على رقبتي، شعلت الموسيقى وجهدت فيها، وديك الساعه كانت 11 الليل وجهدت فيها وبسمت الباب وتهبطوا الرحيل كامل. وانا هابطه وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه هي الكلمه وهي عيطت لخوتي قالت لهم شبعت فيا سبان، وانا الى عيرتها بغيت ربي ما يفكني على خير. نعم صادقه رجاء، انا لانه الام انا ما يمكن رفع القلم رجاء. وانا قلت لك باش ما تبقيش تحسي وانت عندك 6 شهور وغتبقي تحسي بالغبينه، يعني خارج اطار الغريزه، عرفتي ديك الغريزه اللي ما فيها لا تربيه لا وعي لا عقل لا والو. راه يزولوني عائلتك يقولوا لي كيفاش خرجتي من عند امك يلا سكنتي عندها غير 5 شهور وخرجتي من عندها. كنقول لهم ايوا راه ما صبرتش ما خفت انا حقا كيلقى في الدير وغتبدا الشتا وخفت انا كنخاف بحكم انني كنخاف من الصداع وكذا، بديت كندير لهم شي تبارير. يمكن ظروف نفسيه من 10 سنوات انت تبارك الله ملي كانت عندك 10 سنين
ومشيتي عشتي مع باك، يعني يمكن يكون هذا هو الكمالة ديال بزاف الحوايج واقعين قبل، فانتي ما تبكيش بالعكس وكتبقى راها الام ديالك، فهمتي؟ وهذا هو السبب، هي المعضله. هي كتبقى الام ديالك. شوف النهار اللي تحسي بها انا ولدهم وغنعرف احساس الامومه راه كاين وهكاين، وليني قسما بالله والله غالبارح هزيت التليفون ديالي وبغيت نعيط ليها. لا وعيط ليها، شوفي راه بصح. شوف الاداء، انا نقول لك كاين الناس اللي يقولوا لا ومالها، الاداء يجيك من اي انسان كيما بغى يكون نوعه. شفتي الا كانت عندك قدره تجاوز المشكل يكون ارحم لك، لانه الثقل ديال الحقد راه كيمرض وكيكبر وكيشرف وكيدير التجاعيد لداخل والخارج غير اللي هازو وكيبان في مولاه. فالإنسان كل ما حاول يتجاوز، وفما بالك الأم، فلما لا؟ لما لا؟ بالعكس ما غنخش معك في الآجار وفي الأشياء الأخرى لأنه فعلا فيها كتير، لكن لكي تتجاوز الحقد وصفة، عرفتي؟ كل ما تهزيها منين خففت ستكونين أسعد، وفي نفس الوقت غادي تكوني قادرة أنك تركزي على مشاكلك أنت الصحية، على ظروفك العائلية، على أشياء اللي كتحتاج منك تركيز يومي. أما إلا تبعتي الحقد وراه هنا فين يمكن أنا نتكلم معك، لا أقل ولا أكثر. تجاوزي صعيب، تقيل الهضرة جاهزة. لا هي شوفي انا باش نقول لك غادي نقدر ندير، ولا شي واحد كيقول لي وانت مالك انت الاولى ولا الاخرى، صافي دارت لك امك خرجتي بعدتي منها كليتي بعيد عليها فوتيها وعيشي حياتك. ولكن انا كيف كنحط راسي على المخده يا اختي، صافي كيتصور لي هذيك ليستوار كامله، وانني بنت هذيك الليله بنت غير عند الشيرين وما قدرتش نركب في الكاميرا حيت الدربيه ثقيله 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 ثقيله، لكن تجاوزيها. فرحي قلبك بالعوينات اللي جايين، فرحي قلبك بزوج حنون ما شدهاش عليك وشمت فيك، نقول لكم كان فيك الخير وكاع ما تدير فيك امك بحال هكا. تجاوزيها، حاولي وراه الوقت كتخلينا نتجاوزوا الحوايج اللي ما كناش كنتوقعوا نتجاوزوا. ها هي حجتني صدمه خايبه عليا، هي الام ماشي سهل. فانا رجاء كنشكرك كثير، لانه كيف ما شرتي انه احنا اول وحدين او يمكن ما تقدريش تخرجيها، لكن انا كنقول نفسي على نفسك، هوني عليها، لانه انت محتاجه لصحتك. حتى شي حد او زوجك حنون، اي نعم، ولكن هو ينتظرك انك تهزي راسك وتجيبي ليه البنيه ولا الوليد فرحان بهم. فما تخليش هاد المساله اللي هي قويه انه تحرمك من الحلم الجاي ومن الفرحة الجاية، ويمكن فرحة تنسي ألم، وأكيد تنسي ألم. فالأم مع الكبدة راه يعني هادي غادي هاد الشيء اللي جاي، هاد الكبيدة اللي جاية، وهاد العوينات اللي غادي تشوف فيه غيهونوا، وهما جايين باش يهونوا أصلا عليك قساوة ما حسيتيه من تجاه الأم. وبالتالي نفضي هذا الهم باش يجي الفرح، نفضيه، تجاوزيه. كل ما ثقلنا القلب ديالنا بأحقاد ساهموا فيها الناس، ألمونا أو صدمونا، احنا بوحدنا اللي كان ناكلوه. بزاف ديال الناس كيعتقدوا بأنه الإنسان اللي قادر في حقيقة راه نعمة، أنك تهزيها وتحطيها وسط البلاد خرقي بوك تخويها وتعيشين، تقول لك وأنت لهالدرجة واحد تكرفص عليك وهذا وتجاوزتيه، ويمكن كاع واحد الغدا ولا بعده تقدر تهضر معاه وتضحك معاه، ما يهز عليك شي حاجة. بالعكس، أنت اللي هز عليه، وأنت اللي ذكي مع نفسك، لأنه صحتك محتاجة وشبابك محتاجه، والناس اللي كيقدروا يمتصوا الأحقاد كيبقاو شباب دائما، والتجارب تثبت. نعود بعد ناخذ محمد أولا. تفضل محمد. ألو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا شروق جمع عنديش العربية بزاف، ولكن هدر باش هدر بالفرنسية ما كاين حتى شي مشكل. يلا دونك je vais éviter les préambules pour et essayer d'abréger pour gagner un peu de temps مرحبا. pour
pour dire ce que j'ai à dire. Voilà, je suis un homme de 63 ans. Un homme de 63 ans. 63 ans. Marhaba, 63 ans. Donc, au début, j'ai été orphelin à l'âge de 6 ans. Mm-hmm. Donc, j'ai connu une enfance. من طرف الأم ولا من الأب؟ من الأم. الأم. إذا كنت يتيم من 6 سنين. يتيم والعذاب ديال الإتم. ديال اليتم، ديال اليتم. هو اللي عذبك هو اللي ارتكب الإتم، أما أنت عشتي اليتم. المهم ماشي مشكل. جي كوني اون فام أسي جون. كو جي مي بوندون 37 أون. شحال كان عندك من عام؟ كانت عندي 23 عام. 23 عام. J'ai aimé une femme, je l'ai choyée, je l'ai gâtée, je l'ai adorée, je ne sais pas ce que je vais dire. J'ai eu 3 enfants, Dieu est témoin de tout ce que j'ai fait pour ces 3 enfants. Et dernièrement, j'ai eu une petite altercation avec mon épouse. Mm-hmm. Dernièrement, bimena, chhal dial waqt? 4 mois. Yalla, 4 jours. J'ai eu une petite altercation avec mon épouse. Mmh. Et le lendemain, j'avais un problème que j'essaie de traiter depuis une vingtaine d'années. Sahi. J'avais au niveau de la gorge, j'avais des polypes et je subissais des décurtages de la gorge une fois tous les 3-4 ans. Mais cette dernière année, avec tous les problèmes et avec tout ce qu'elle me fait vivre comme misère, ça s'est accentué, il fallait que je fasse des décurtages tous les mois. Mmh. Alors, واحد من الأصدقاء ديالي قال لي بركة ما تلعب في راسك غادي تمشي تشوف ان كرون سبيسياليست اي سورتو سيلوي كي توبيري لا بروميير فوا يا اون بلو دو 20 ans وغادي تشوف معاه. Effectivement, j'ai été le voir et il m'a dit monsieur, vous allez être opéré demain matin, vous allez subir une ablation de la gorge. Mais j'ai مشكل. C'était une personne à laquelle je t'ai exprimé toute ma gratitude. Quand il a vu mon état, il a su, il a compris mon histoire. Il m'a fait l'opération de 10 heures au lieu de me faire l'ablation de la gorge. Il m'a nettoyé toute la gorge. Non. Alhamdoulilah, il est à 10h du matin, je suis allé à un enfant, la femme. Je suis allé à 10h du matin, je suis allé à la maison. Je crois que le temps va régler les choses. Je vais essayer de trouver un logement, mais... ولكن شنو السبب اللي لا ولادك لا مراتك؟ مراتك نتفاهم، ولكن ولادك شنو المشاكل اللي شنو المشكل؟ الله علم. وكان داك لا سي محمد، لا انت عارف والله على الليله كان بات نخمم لي الكل وكنقول شنو هو السبب، اشنو درت، شنو هو ذنبي، واش فششت، واش خنت، واش ضيعت حقي وسبقتهم. ما عرفت انا الان. أنا دابا كنهضر معاك، يلاه خرج من السبيطار البارح، جيتي دون جاي كوما. واخا والدار بلاتي والدار سميت من غندوي سميتها، شكون اللي شاريها أنت ولا هي؟ هي الأرض ديالها وأنا بنيتها. الأرض ديالها وأنت بنيتيها. نهلبوا الفلوس، نهلبوا الدار، نهلبوا كل شيء. أنا كنشوف العاطفة وكنشوف الإحساس الداخلي، لا فرستراسيون بروفوند. المهم لله جيت للدار البيضاء كنقول راه الوقت غادي يقاد المسائل. درت واحد 10 ايام ولا 8 ايام وما عيطوا لي، جاني انا ابل جو ريبون او تيليفون اي سي لو لابوغاتوار دو رابا ا كي اون افي رومي لي داك لي زيليمون كي مون ايتي اونلفي بور لي اناليز. هضرت معايا داك السيده قالت لي سي سلاوي جا لابوغاتوار، قلت لها سمح لي رانا مشغول، قالت لي شمن سمح لي و دو فيني ايميدياتمون اي الي فوار فوتر كونسيرولوغ ولا فوار كيلكا ايميدياتمون، فو افي ان كونسير دو تيب 3. J'ai perdu toutes les pédales, j'ai été à Rabat, évidemment, j'ai été voir le cancérologue et j'ai été mis sous chimio immédiatement. Ma femme a été, évidemment, elle est au courant. Et hier, mes enfants, ils n'ont pas bougé le petit doigt. Si, ils l'ont bougé, mais par des méchancetés, par des insultes. Ben, je ne sais pas, je n'arrive pas encore à savoir ce que c'est. Oui, j'ai confronté le mal. Je l'ai trouvé autour de moi. Que des étrangers qui m'ont assisté, à qui je tiens à exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance. Actuellement, je loge un bienfaiteur qui m'a mis à ma disposition un appartement. Il y a une quinzaine ou je crois une vingtaine de jours, j'ai eu une défaillance cardiaque et des amis m'ont emmené dans un hôpital.
Le médecin urgentiste a voulu me retenir en urgence, en réanimation, j'ai refusé. J'ai dit, c'est pour mourir là, on a... Alors quand il a vu mon état, il m'a dit, bon monsieur, je vais vous prescrire un petit... des antidépresseurs et je vous prescrire des anxiolytiques. Et vous allez voir dans les 2-3 jours si ça va, ouais, dès que ça ne va pas vous revenir. Moi, je suis rentré, j'ai pris le traitement et automatiquement, la prescription qui me prescrit a été multipliée par 20. J'ai commencé à abuser des antidépresseurs, des anxiolytiques. Et la semaine dernière, je me suis retrouvé dans un coma, un dysfonction au cervical. Oh. Ils ont été au courant. Et c'est toujours, à chaque fois qu'ils rentrent en contact avec moi, c'est pour m'insulter. Alors, ce qu'ils disent comme insulte, ce n'est pas Ayrouk. Je ne sais pas, avant d'arriver à ce stade-là, ma femme, j'ai été interpellé par un ministre de justice en me disant que ma femme demandait le divorce. Il dit, bon, si elle veut divorcer, ce n'est pas un problème. La vie, ça ne s'arrête pas là. Alors, quand j'ai été voir les raisons pour lesquelles elle a invoqué le divorce, après 37 ans, il paraît qu'elle a invoqué par des raisons antireligieuses. Alors, moi, ce que j'ai fait, au lieu de la confronter, je n'ai pas à confronter une femme que j'ai aimée pendant 37 ans devant un tribunal, devant des juges, devant des êtres humains, alors que c'est le Dieu qui nous a fait rencontrer par amour. Allah, il a fait l'autre. واخا واش زوجتك ماشي ماشي شنو لا ما زوجتك اجنبيه ولا لا مغربيه ما عندنا غرض مت درت لها وكاله سميتها باش تلقى راسها وبين ما كنتحرضش على البلاك واي حاجه بغيتها انا قبلها ما نتحضرش معها في المحكمه واخا احنا غادي نتابعوا معك بعد الموجزه الاخباري بنسخه فرنسيه من توقيع رشيد النحلي خليك معنا في الاستماع شروق غريب نعود لأجواء برنامج نوضح لك ونعود لموضوعنا لكل من التحق بنا اللحظة بين حلقتنا بين الخدلان وتقدير واعتراف بالجميل كما قلت وكما سأقول إحساسين يمثلان متناقضين هما نقيضين لكن مهمين في الحياة سي محمد ألو لله الآن أنت مريض وصحتك محتاجك ومحتاجة الطاقة ومحتاجة شوية تهز براسك مع اختلاف الأسباب مع اختلاف المواقف مع اختلاف العناصر اللي تكفحت عليك في دقة واحدة أنت محتاج لراسك ولا ما هزيتيش راسك على ما يبدو راه ما كاينش اللي يهزه لك شوفي لا انا عندي واحد القوه والايمان بالله ما كيتصورش على البال وعندي واحد العزيمه اللي ما كتصورش على البال ولكن ملي كنشوف لي كوبا اللي كتشكل لي هذيك السيده هي ولاده ما فهمتش شنو كومبرون با ولكن بثلاثه قاسين معاك يعني بثلاثه انت ما درتي لهم والو زائد المره الرابعه بثلاثه هاد القساوه ما انت ما درتي فيها والو غتاجه يمكن مع انه صافي اللي عطى الله عطاه الواحد ما غيبداش يقلب علاش لا دابا ما كنقلبش عليه عطيتها وكاله في شق راسها على نهار الجلسه ما عطاتهمش الوكاله ولا انسيستي بوك جاسيست قلت لهم انا بغيت نجرجروا في المحاكم اش درت لهاد المراه درت فششت خنت بالتاك سافرت العالم لمية فواياج دي موند درتهم ليها ما خليت ما درت سيرتها ولكن لا هي امكانياتها الماديه الان اكثر من امكانياتك لا دابا يمكن غادي تمد يديها باش تعشى يمكن انا كنقول لك غادي تمد يديها باش تعشى سي موا كي سي فينو ا تو سي كابريس تو سي بيزوان جو دي بيان كابريس المراه اللي كدير ثلاثه جلال في السيمانه المراه اللي كت الميور كادو في لا فامي ديالها انا ما جني بيرسون Je n'ai qu'elle et sa famille. Et le problème, c'est que j'ai été abandonné même par sa famille, pour qui j'ai beaucoup fait. Bon, ce n'est pas un problème, je m'en fous. Avec ses dernières fils, c'est bien là. D'abord, elle a je pense que tu veux qu'elle a la chorou. Parce que tu veux que j'ai ma mère qui m'a jeté, j'ai ma femme qui m'a jeté, j'ai ma fille qui m'a jeté. Maintenant, j'ai des invitations. Il y a des femmes. Qui se proposent, il y a des veuves, des divorcés, qui connaissent mon problème et qui le connaissent bien avec toute la sincérité, toute la profondeur voulue. Et qui se sont invités à me couvrir. Moi, maintenant, j'ai besoin de tendresse et d'affection.
Mais je n'ai plus confiance en la femme en tant qu'épouse ou en tant que côtoyante. La femme en général, l'amra, يعني مقابلة ديال الرجل بزاف ديال الحوايج, ولكن انا فقدت جميع الثقة. جميع الثقة في النساء, يعني كأقربات, كزوجات. صديقة عندي صديقات اللي مساكن ما ربي اللي غادي يشوف خيرهم وربي اللي غيجازيهم على داكشي اللي داروا معايا. ولكن دابا انا كنقول لك عندي واحد العدد ديال ليزاليتاسيون ديال دي فام ديال دي فوف دي ديفورسي كي سي بروبوز كيقول لك اجي نحسنوا بك كاجي نعاونوك اجي 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 اجي, ولكن صافي انا جو سي با جو ني بلو كونفيونس. مي جو تيان ا ترافير فوتر ستاسيون exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont soutenu. Ma maladie m'a coûté beaucoup d'argent. Je suis à plus de 600 000 dirhams. Ce n'est pas grave, les nalboules flous, je les ai gagnés, je travaille. Je gagne bien ma vie, mais je ne sais plus quoi faire. Avoir confiance en une autre femme, je ne sais pas si je dois le faire. J'aime beaucoup ma femme et je l'aime encore. J'aime mes enfants. Je ne sais pas quelle décision je dois prendre. C'est Mohamed. Penser au suicide, je ne veux pas me suicider. C'est Mohamed. Je crains Dieu. C'est Mohamed. راه شوف عندك بزاف الانواع ديال الامراض, ما تزيدش عليك. فإلا انت لقيتي الخير في الاجانب وفي البراني راه غالبا ما كتوقع, ماشي مشكل. صافي استمتع بالحب اللي بدون شرط او قيد. استمتع بالحب ديال الناس اللي ما ولدتيهم ما سهرتي عليهم وجاك حب جاهز, وداك الشيء الاخر اللي همولانا دقيقه بدقيقتها ولحظه بلحظتها كنعيش. فبارك عليك انت من فوق قلبك, وانت دابا اكيد نفختي قلب المستمعين. فما بالك, شوف احنا سمعناك في هذا القسم, انا حسيت بكاع الامراض اللي انت فيك وكبدتي تنفخات. فانت اللي تتحسها كل نهار اكيد غادي تنفخ وغادي تمرض لكل شيء. انا كنت 37 عام لحظه وكنشوف واش شحال عندك من عام سي محمد. 63 عام. 63 واش خليتي حاجه؟ واش خليتي حاجه؟ شوف سي محمد, شوف الله يخليك, انسى عليا اش درتي اش درت. دابا عندك 63 عام, اش غدير دابا؟ الا عندك قسمين ديال الناس كتفرح بيك وفرحانه بيك, استمتع سيدي باللحظه وحسب راسك. يلاه عندك 36 عام وصحتك الا ما داويتيش راسك ولا ما كنتش عندك طاقه ايجابيه راه غادي تبقى. الا ما داويتيش راسك صح, راه عرفتي شنو هاد لي كونسير وهاد الامراض راه منين كيجيو؟ في اخر المطاف راه كيجيو من بزاف ديال الاشياء, وزيد عليها هادي. انا سي محمد غادي نشكرك بزاف, ولكن الأهم 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 هو استفد من هاد الناس اللي أموا ما تخلوش عليك. هاد الناس اللي نعتخ اللي محايدين في رأيهم فيك, الناس اللي باغين يعيشوا يكونوا معاك في لحظة كونك حاضر في الدنيا كاين. أما اللي بغى يحسب عليك أنه ما شريتي لي غير ثلاثة جلابات وجلابة بقى عقلك عليها ما شريتيهاش, أولا ملي قلتي بركة في المخاصمة ما صفرتيش للخارج, أولا ما فوجتي في كل شيء. ولكن حيت بعض المرات ملي تتكون أنت معطاء معطاء معطاء, واحد النهار اللي كتقول لك وشي كيشوفك شفت الغدر, علاش كنتي ديما تعطي مال دابا ماك ما بغيتي تعطي؟ كثير من انا كنعرف صديقات اللي العائله ديالهم كيعطيو النهار اللي 4000 ريال كيقربلو من هاد الدنيا, 200 درهم ما عطاتهاش. انا عرفت كاع من مد لك وجهي, في حين انه تشري الدار وتوجد وتعاون اللي بغى يدير شي بروجي يمكن 200 درهم يقلبوا عليها ويكرهوها ويحقدوا عليها. انا ما عرفتش تفاصيل مشاكلك, ولكن يلا كنخمن يمكن تخمين يكون غلط, كيف ما يمكن يكون في شيء من حتى أو شيء من الصحة. لهذا داك القصيم ديال الناس اللي كيحبوني اللي يعطوا رأيهم صادق اللي نعيش معاهم داك القصيم. راه بعض المرات الناس كتعيشها مع قط ولا كلب وتطلق فيه الخير. فبون وليداتي بقى في الحال طبعاً الحال, وكي بلاتي أنا راه كل مريض كل مدقدق كل حالتي حالة غنبقى مالهم
باين وكل شيء باين وغادي يزيد يبان. شكرا لك سي محمد من الدار البيضاء. وانا كنقول الا كان عندك الامكانيات الماديه وبخير وعلى خير وشي عندك وشي ما عندكش والناس كتعاونك وكتحبك، انا كنقول بالنسبه ليا كاع هاد الناس اللي كتحبني ندير جليسات مع هاد الحباب، نديرهم جيمع يضحكوني نضحكهم، يستقبلوني نستقبلهم، ونعيش معهم لحظه محايده. نعم ونحيو السيد اللي عطاك لابارتمون، اللي قال عطاك لابارتمون، نحيو كاع الناس اللي وقفوا معاك. واعتقد خليك في الاصدقاء الان، خليك في الاصدقاء، الزواجات وداكشي انت ادرى، ولكن بون خليك في الاصدقاء. بعد براسك اخذ كريمه من الدار البيضاء، انت ادرى احس شتي هذا احساس كاش باغي، انت محتاج للحنان. لكن في الاصدقاء هكا بشكل محايد كيوسع مصادر الحنان، ولكن انت ادرى، يمكن تبغي اللي يفيق بيك، اللي يكون بيك، اللي يوكلك، اللي يجيب لك شريبه، اللي طيب ليك، انت ادرى. وانا غير مستمعه مخلصه واستمع بقلب. كريمه من الدار البيضاء. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام سيده شروق. مرحبا مرحبا، الله يبارك فيك. الحمد لله. تفضلي. ايوا نعاود لك التجربه ديالي انا. خدلان ولا اعتراف بالجميل؟ لا انا خدمت مع واحد السيده ولكن ما عرفتش، هي اعترفت ملي كنت خدامه معاها. المهم الخدلان هو اللي كيضر بزاف، هو اللي تنهضروا عليه اكثر، لكن نعترف بالجميل كل من الناس حابه. والله اللي كاينه انا كاع المهم. يلا يلا. تتقوي الانسان. يلا مرحبا. خدمت مع واحد السيده بواحد المعرض صغير في واحد العماره. وقالت لي انا ما عنديش الاولاد، انت يا بنتي المحل غادي تقابلي ليا وكتجي تاخذ لاكس العشيه. قالت لي راه دازو عندي شي تقريبا شي 15 البنت، قالت لي ما تيدخلوش لي لاكس. قالت لي قلت لها من المشكل ديال العشره ما تخافيش، انا زعما عندي تجربه ديالي في هذا الشيء. تمشي مع درب السلطان تنتقداو التويشيات زوينين بيجامات وكل حاجه شويه شويه منها ديال الملابس ديال النساء. المهم ملي كتجي في العشيه تخليني انا سميتو، ملي كتجي في العشيه تبغي تاخذ لاكيس تلقى 20000 ريال 15000 ريال. بغدات هي جات شي حاجه اللي قالت لي انا ملي كتجبد لاكيس تاخذ بغيت فلوس تاخذ فلوس لاكيس تقول لي انا ما نطيقاش. المهم بقيت خدامه معاها خدامه معاها، كتقول لي تنقول لها شحال زعما غدير لي الثمن، تتقول لي انا نشوف الخدمه ديالك. شفت لي الخدمه ديالي، قالت لي غندير لك السميك. ملي جيت نتخلص ما لقيتش السميك. قلت له صبري معايا انا هادي، انا المهم انا فلوس سميك انا غنقدر نجمعهم ليك ونعطيهم ليك، زينين يبقاو ليك. لا سينيساس قالت لي غنخلص عليك لا سينيساس. فقت بها جبت لها النمره لي فوتو داكشي، بقيت خدامه معاها. الناس اللي جاو تيقولوا لها هاد السيده كتعامل معنا مزيان، هاد السيده اللي نسات شي حاجه تجي تلقاها تما بورطابل شي حاجه تجي كتلقى عندي ديما كتقول لي الكليان تيقول لها تهلاي في هاد السيده، هاد السيدة تتعامل مزيان اش كتجيك، تقول لهم ما تجيني والو غير خدامة عندي. المهم فين ما كيجيو الكليان تيشكروني، فين ما كيجيو الكليان. دوزت عام تقريبا معاها ونهار الحد حيت انا تنخدم سيرتو الحد قلت لي ما تنخدمش. نهار الحد قالت لي تنمشي مع درب السلطان تنمشي نجيب معها الحوايج نصف الحوايج. نهار الحد في الليل قالت لي غدا بلا ما تجي الاثنين راه صافي حيت بغيت نصاوب المحل ديالي غادي نقادو نصاوبو. قلت لها ما كاين حتى شي مشكل، قالت لي هاد التليفون عندي غنعيط لك. انا نهار الاثنين فكرت الباراكلو نسيتو في المحل، مشيت لقيتها جايبه بنت. عيطت لها في التليفون قلت لها هذيك السيده اللي جبتي، قالت لي راه غتخدم معايا. قلت لها علاش كذبتي عليا انا؟ قالت لي داك الساعه قولي لي واجهيني قولي لي ها اللي كاين وها اللي كاين ولقيتي فيها شي حاجه ماشي مزيانه قوليها لي. لا قالت لي لا لا انت مزيانه وانت كتخدمي مزيان وبجديه وهذه. قلت لها دابا ملي بغيتي هذيك السيده عطيني الواجبات اللي بغيتي انت عطيهم ليا، ما غاديش نقول لك شحال اللي كان عطيني كونجي وداك الشيء اللي باقي عطيه ليا. وهي تبقى تضحك قالت لي انا ما تساليني حتى حاجه وساري فين ما بغيتي انا عندي المعارف وعندي الفلوس. هاد الكلمه هي انا بس وانا زعما خارجه فرحانه ماشي مشكل، الله ملي كيقطع رزق ماشي مشكل. هي هذيك باش مشيت لانسبكتور ترابا. ايه ايوا دابا الحمد لله ربحتها في المحكمه اللي في الولفه ودابا استانست هي ودارت محامي. هي قالت لي ما نخليهاش تدخل الفلوس، ما نخليهاش تدخل الفلوس. دابا هي دايره استئناف استانست الجلسه ودابا كطول
ما تجيش. المحامي مرة كيحضر مرة ما كيحضرش، دابا هما كيزيدوا يطولوا كيعطيو شهر وزيادة، ودابا انا غادا معاه في هاد الريتم. دابا باش عارف العقلية ما كاينش لا سبب لا والو، كنجي في الوقت نخدم بجدية. دابا تيقول لي الناس اللي مورايا انا، قال لك راه دريت شي 15 دابا ولا 10 البنات اللي جاوا دابا مورايا كيخرجوا. ما كيدخلوش لهذاك الثمن اللي كندخل له انا. هيك انا كنتعامل حيت هذوك الناس اللي كيجيو كنتعامل معهم انا مزيان. نعم، اذا انت في العمل ديالك كنحسيتي بالخذلان ففي هذا. ودابا اشتغلتي في مكان اخر ولا لا؟ لا مازال كيجوني بعد بزاف، حيت هادو قريبه كانت قريبه ليك. كانت قريبه ليا، ما حكات حسب الطوبيس وداك الشيء بغى يجيك صعيب الحال. قلت لك دابا شوفي، دابا انسان ما كيعترفش لك بالجميل كتخدم حيت العمل. انا نبغي نخدم خصي يكون العمل ناجح، ماشي نخدم في واحد المحل خاصني نبين الخدمه ديالي. وكان شي معاه ضرب السلطان ونهز قلو زيد عندي ماشي مشكل. تنقول الانسان تعاونو تخدم مع اخوك المسلم ماشي مشكل، بصح. ولكن الانسان ما كيعترفش لك بجميل. نعم، دابا شوف العقليه، دابا شوف هو في العمل ما كاينش اعتراف بالجميل. هو يا اما كيعترف لك بالعمل يا اما ما غيعترف لكش، كي بيناتكم القانون. بمعنى هنا ما كاين. انت قبلتي على نفسك بواحد الشرط، انت تحملتي من بعد قمتي بواجب اللي خصك ديري، وهذا يعطيك ويمكن يعطيك درس من هنا لقدام. خاصك تكوني ضامنه حقوقك، ضابطه مسائلك، وتعرفي ما لك وما عليك. انا كنشكرك كريمه على مشاركتك معنا، وخذ خديجه من الدار البيضاء. مرحبا خديجه. الو خديجه. وي سمحي لي، سمحي لي خطاك. مرحبا، واش نتسناك؟ مازال نتسناك. الو اختي شنو؟ مرحبا خديجه، كي دايره انت؟ بخير الحمد لله على خير. ما شاء الله عليك اختي، تبارك الله على صوتك. شكرا ليك اختي. اش غادي نقول لك، انا ديما كنتصنت لكم وكنت بانتظام يوميا. اييه. واليوم مني بديت في الحلقه جوني بزاف اللي خدلوني واللي وقفوا معايا واللي 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 ولكن الوقت اللي دوا ديك السيده اللي مع امها بحال حكت على الجرح، انا خدلتني بنتي. بنتك؟ ايه اختي. مالها شنو دارت لك بنتي اختي؟ اش غادي نقول لك، ضحيت وخدمت وقريتها في مدرسه مزيانه، مشيت المخزن بالفلوس وماستر هذا العام تبارك الله، وفرحانه بها. هي مشكل، انا عندي مرض نفساني، كنتقلق بعض المرات، كنغوت يمكن نضرب يمكن هذا يمكن. وهاد الخطرة اش غادي نقول لك اختي، عايشين مزيان اللي راس العام فرحانين، باغي نوجدوا راس العام، باغي هذا باغي. واحد الوقت دار شي حاجه بسيطه، جات تصلح الخطا واحد القميجه حرقات عليها، غوت عليها شويه، حطت لي المصلوح فوق الحاف ديال الباب ديال الصالون، وانا نغوت جيت بحال باغي نضربها. ديك اللي انا جيت كنت باغي نضربها، كنت باغي نطرشها ولا شي حاجه، وشدات فيا وتناتفات معايا. مني تولي بنتك تنافس معاك بحال صاحبتها، وبنتك اللي ضحيتي عليها، اللي بعتي عليها دهبك، اللي بعتي عليها الارض بلادك. عندها من عام؟ عندها 23 عام. وهي كتصلح لاختها قميجه. وقع الغلط، راه ديجا كتصلح لاختها قميجه، هي ما خاصهاش تنتفك. شوفي انا هادشي كله تفهمته، وفرحانين وغادي نمشيو لواحد لاسوسياسيون وغادي لعندها ودير ليها. ايوا ولكن انت علاش تضربي بنت مرانيت عندها 23 عام كتصلح القميجه ديال بنتها وكتوقعها هي ما غاديش تضربك؟ هي لا ما غتضربكش، راه غير الترابي والاخلاق. ولكن الا غتضربي مراه ديال 23 عام بدون مانع اخلاقي راه تضربك. شوفي انا ما كنتش ناويه نضربها، كنت ناويه نغوت عليها، جات لوجهها كنغوت. ايوا وعلاش ضربتيها اذا؟ بيان سور ملي نتفتنا غادي نضربها. لا قبل ما تنتفك ما ضربتيهاش هو الاول، حيت قلتي لي في الاول ضربتيها، ملي ضربتيها نتفاتك. جيت نشير عليها ولا نطرفقها ولا شي حاجه. انا عارفه ان غلط مني، ولكن لا، انا عارفه هي الام كتبقى الام كيف ما يعني، هكا كتاب وهكا قدر وهكا كتبقى الام. تنتفك غتهبطي للارض المرات، راه مع البراني تفاديا لهذا كتدير راسك ما 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 درتيش وكتزيد وكتخليها. ولكن بلاتي على حسب الترابيه، على حسب الاخلاق، كاين اللي ترابيه ما يعاودش، كاين اللي ترابيه ينتف. هذا مي ما عرفتش ما فهمتش، قالت لي انا عييت انا حيت ديجا الماضي ديالي معها خايب، هي مريضه
وكانت كدير لي شي حوايج خايبين وكنت كنضربها، كانت كدير بزاف الحوايج. انت مزوجة ولا لا؟ اه مزوجة. ايه ومع الاب ديالها؟ ايه. والاب ديالها اين هو من هذا؟ اين هو من هذا؟ محايد. علاش محايد في نظرك؟ ما عرفتش، ما عرفتش علاش محايد. كتفهمي معاه ولا لا؟ شوية كنتفاهمو. هو معاها ولا معاك في آخر المطاف؟ قول الحق. هو قول بصراحة. بصراحة في الأخر ولا معاها؟ معاها. وعلاش؟ ما عرفتش. عرفتي كندوي معاك أنا كلي كنترعد. واش تنتي كتعصبي؟ تنتي كتاخدي الدواء؟ اه أنا كناخد الدواء. وهي كتاخد الدواء؟ وهي كتاخد الدواء. وشكون اللي بدا كياخد الدواء الأول؟ هي بيناتنا هي يلا تعرف عندها المرض لكن وانتي؟ انا معروفه انا عندي مرض وراثي، مرض وراثي وهي خدته عليا. وهي خدته كناخذو كناخذو بجوج. وانتوما كتديروا بعضياتكم كل واحد يبرهن الاخر او كل واحد الى خرج فيه المرض انا عندي جوج ديال البنات، هي الكبيره عندي اخرى صغيره، عندي اخرى صغيره محايده وظريفه ومعقوله، ممكن ديرها بحال هكا هي تحضر راسها وتزيد. شحال عندها من عام الصغيره؟ 19 سنه. 19 سنه. هاد عندك ماضي مع هادي؟ اه وي مع هادي عندي ماضي. اش من ماضي؟ انا قلت لك هي بحكم المرض ديالها كانت كدير ليا شي حوايج وانا كنت كتغزيها. رد الفعل ديالي انفعالي بزاف. شنو اكثر رد فعل انفعالي دوزتي؟ دازت مشات خيطات، مشات للسبيطار؟ لا 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 شي ما عندناش، ممكن نضرب نعاد نقمش من هذا بحال هكايا. إذن عندك معها ماضي ديال العضان والقميش؟ ماضي يعني الحمد لله كبير كثير. آه قديم. هي اختها لا واختها ما حضرتش بزاف انت يمكن؟ لا ماشي ما حضرتش بزاف، يمكن بحكم المرض اللي عندها هي، بحكم اللي عندنا بجوج، ربما ما كنتقدرش بعضياتنا، ربما ما عرفتش حيت حنايا كنكونوا شويه طالعين شويه هابطين. عندك بيبولي غير تعرفيها كتعرفي انت. دابا ملي ضرباتها لك بنت فا او انت فاتك فين هي؟ هي دابا في الدار عايشه معك؟ عايشه معايا. ومن اللي من بعد النتيف شنو وقع؟ بعد النتيف انا جبت لي حوايجات كانت تخرج عليا، قال لي با لنا ما عندكش بنتي ماذا؟ قلت لي صافي تبقى هي في بيتها وانا ما تدخلش لعندي ما تاكلش معايا. وانت ملي بغيتي تجمعي لها حوايجها وتجري لها فيك كنتي ناويه تصيفطيها؟ ما عرفتش هذاك الشيء انفعالي ما نقدرش نقول لك. فعلا انفعالي فعلا انت محقه. انت محقة فعلا في عالي. والان دابا ملي بردتي اشنو كتحسي؟ كنحس انني انا بحال كانت عندي شي بنت وماتت. ماشي انت مريضه وهي مريضه؟ الله يحسن عوانك. الله يحسن عوانها جينقه. انا تنقولها صافي راها مريضه، انت كتاخذي الدواء وهي كتاخذ الدواء، انت فوق طاقتك وهي فوق طاقتها. ما قدرتش نسمح. خاصكم تمشيو بجوج عند مختص الا خديجه بجوجكم، خاصكم تمشيو عند الطبيب بجوج وديروا لا بجوج البنت وبنتها تمشيو بجوج. ما كاينش بنتي ومات حتى هي فوق. كاين شكون هادي اللي تقدر وشكون هذا اللي انت في باه ولا انت في مو وغادي يكون هو مرتاح وناعس على جنب الراحه؟ لا خديجه انا ما عرفتش. انا واخا كذا كتبقى فيا شتي كنطيب وداك الشيء كنخلي لي حيت نعرف غادي تدوز وغادي تاخذ. ايوا صافي اذا نسيروا للطبيب بجوج. وخاصك حتى الا ما مشيتوش للطبيب بجوج على الاقل سيري انت وبعدا تعرفي كيفاش تعاملي مع البنت ديالك. لانه شوف لانه بنتك محتاجك وتصدقيني بانه حتى هي انت محتاجاها. فما السيد اللي هضر راه الا مشات تمرضت شي مرض خطر من هذا غتولي تقول غتنتفني، ولا مش حتى ماتت ليك ولا وقعت لها شي الله يحفظ شي حاجه تقول غير تنتفني ولا نشوف فيها ولا نشوف دمها سائل. فانا اعتقد انه بارك علينا من الاحقاد وبارك علينا ما نبقاو هازينها منين تقالت ونبقاو كنشوفوا في بنادم. وخففوا على راسكم الحياه فيها جاي من عند الله اقدار وقدرات اقدار طمات اللي كيتختبر فيهم الانسان. بارك من بقاو تم الناس الاعز نشدوهم ونحافيهم، واللي ما عندنا معاه حتى علاقه
تفهوه وتفهو مشاكل وتفهو أحقاده وباتوا وصبحوا كأنه تحجة ما كانت من أجل الصحة من أجل نقول لك راحة البال. أنا شفتي البراني كان قدر نسامح ليه وأنا قد ما كان الإنسان عزيز علي قد ما كيكون رد فعلي خايب. شوفي ما يمكنش على اللي تنتفي مع بنتك وبنتك تنتفك وتشبع فيك نتفاء نتيف وانتي كتاخدي الدواء وهي كتاخد الدواء وانتي مريضة وهي مريضة وغادي تبقي تهضري بأنه بنتي ماتت وغندير لها راهني تكلمت معك سيري عند المختص باش يمكن تعيشوا تصالح في حياتكم انت وياها. راه انا كنقول لك راه تنتفك ولكن راه ما تقدريش تشوفي ولا تتوقعي انه تشوفي دمها سيل شي كسيده ولا شي موت. فانا كنقول سيري ما حد وصلتوا غير النتيف مع انه النتيف ما ساهلش بنتك نتفاتك غنمشي عند المختص لانه بنتك ورثت منك كتقولي هي مريضة وانا مريضة انا كنطلع وهي كتطلع. انا كنشكرك على خديجة كثير على مشاركتك ولكن غنشكرك اكثر الا مشيتي عتقتي اقدس علاقة يمكن تكون بين الام والبنت والبنت والام والاباء والابناء. يكفينا عباد الله اش غيخرجوا فيك واش خرجوا فيك واش غادي يخرجوا فيك براني صفي وخوي فما بالك القريب. فراه البراني ياكلك وملي تسمعوا وقع ليه مشكل الانسان ديالك غادي يتاثر فما بالك بنيتك. مرحبا بك لاله خديجه. لاله شكرا خديجه من الدار البيضاء. مرحبا بك ليلى. اهلا بك شروق بالمستمعين وكنحيي فيك الانسانيه اللي فيك شروق. العلاقه الانسانيه كتبقى اكيد اكيد خاصه ما بين الام والبنت ديالها هادشي كيأثر. فاليوم موضوعنا اليوم في حريتك الاطلنطيك موضوع يعني يتعلق بال يعني بشكون كيتحمل مسؤوليه تعثر الحوار الاجتماعي. اليوم عبد الاله بن كيران حاضر فيما يطار الاسئله الشفويه بمجلس المستشارين غيتسال على يعني السياسه الطاقيه ولكن اهم موضوع هو موضوعنا اليوم الحوار الاجتماعي اللي متعثر من ابريل على ما اظن ما خانتنيش الذاكره ديال العام اللي فات. فشكون كيتحمل مسؤوليتها؟ هما تيترشقوا الاتهامات بيناتهم. بن كيران تيقول انا موجود ولكن هما تيتهموا بالانفرادية في اتخاذ القرارات لا سيما مثلا في التقاعد الى غير ذلك. فمسؤول من يتحمل مسؤوليات تعثر الحوار الاجتماعي اليوم؟ هما هاد النقابات خارجين كيتظاهروا امام البرلمان قبل ما تبدا الاسئله الشفويه مع بن كيران مع استا بالعاصمه الرباط. فرايكم من يتحمل مسؤوليه تعثر الحوار الاجتماعي؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. شكرا لك ليلى بالعربي وشكرا لك شروق بالتوفيق في نقاشكم اليوم مع مستمعي حريتك على الاطلنطيك. الى اللقاء.